اطلع الشنطه صغيره ادور الجواز، ما من جواز. وينك فيه؟ وينك فيه امستردام؟ و2007 كانت الدنيا ضاجه في كل مكان. دور يا ولد دور، قلت والله مالي الا الاسمر خويي يهدان. الحين كم باقي على الطياره؟ باقي يمكن 12 دقيقه خلاص تقفل البوابه نهائيا، اذا قفلت لو تطير ولا توقع ما في. وارجع له السالفه كيت 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 كيت، قال خلاص اوكي اقعد اقعد انتظر 10 دقائق 10 دقائق. الرجال ما جاء، والله يا جماعه انه جاي يجري جري. شوف التعاون، جاء ويرمي لي اياه لانه فيه مسار كذا الناس واجد، يرمي لي اياه من فوق. ركبت الطياره الا قدهم كل اخوياي كلهم، احنا جروب يمكن 16 واحد، قدهم خلاص يعني غاسلين يديه. معك في الامر؟ اي معي في الامر. اول ما قعدت بس ربطت الحزام الا سووا الاناونسمنت، حرك على طول يعني تاخرت شوي. رحنا يا طويل العمر، طرنا نزلت في مطار قطر، بعد نفس الشيء في ساعة بين الطيارة ذي والطيارة ذي. واجي الا تعرفون الكشكات حقت العطورات ذيك، الا ذي العطورات اللي ريحها يجيب العافية وتخفيض وما تخفيض، واقعد عندهم. المهم شريت لي كم عطر، والتفاصل انا وياهم على 30 ريال مني منهم مدري ويش، كل السالفة 30 ريال. وارجع اجي للطيارة فايتتني ويغرموني 950 ريال، واقعد في المطار 8 ساعات انتظر الرحله اللي بعدها كلها عشان 30 ريال لو اني دافعها. كان والله الحظ الردي. على طاري العطور، انا صار لي موقف صراحه عجيب غريب جدا، وهو تنبيه بصراحه. جاني واحد قبل سنتين يمكن، السلام عليكم حياك الله عبد المجيد شلونك؟ طيب، معك فلان الفلاني من شركة كذا للعطورات، شركة كبيرة جدا بالخليج. حلو. زين؟ وش أخبارك؟ وش علومك؟ طيبين الحمد لله، وأنا بصراحة إني بس أحبك وأغليك. قلت الله يحبك. قلت أنت وش مكانك بالشركة؟ قال أنا ابن المالك. ابن إيش؟ ابن المالك. حلو. ما شاء الله لك، والله المدير الفرنسي سوى كذا، وفلان سوى كذا، وما ودير التسويق سوى كذا، وشيخ، بصراحة إنه شيخ. واستمرت معرفتي فيه حول سنة وشهر. حلو. زين؟ وش بالك من عطور ماركات يجيبها في كل، لا لا في كل جلسة جايب الهدية. يعني انت قبل كذا 3 اسابيع اثر جايب الهدية. وش سوى اثر الالتصاق هذا اللي كان بي طول دي الفترة هذه؟ وش كان يسوي؟ كان ناوين على واحد يثق فيني، ولا هو ما يبيني انا. فكنت انا معه بسناب شات اصور معه، بس انستغرام اصور معه. كيف يثق فيك يعني؟ كيف يعني انت الان تثق فيني يا فارس؟ بس علاقتنا مي بقوية جدا، انت مدير شركة، هو يبي يلعب على هذا. فوش اللي يخليه مصدر ثقه؟ انت. انا تقول له والله العطور حتى حلوه؟ لا ماني بعلم، لا مجرد اني اشوفه مع عبد المجيد خلاص. انا اصلا صرت اغلي الرجال، يعلم الله اني صرت اغليه، ويقول انا حافظ لكتاب الله، وصرت اصور معه بسناب واصور معه بانستغرام، ورجل بدون يعني تقول قلبه ابيض من ثوب فارس. زين، وسنه وانا ما غير تصوير، وعزيز وغالي، ويا مرحبا ويا مسهلا. يوم تبقست الامور اثروا زارف من ذاك زرفه تميه بسهله. والشيء اللي خلاني اتفقد، اختفى فجاه الرجل، اختفى فجاه اثره، مسوي حيله تعتمد على الثقه، ويدري ان هذاك يتابعني. هذاك جاء، وش السالفه؟ وين خوينا؟ وين خوينا؟ وين راح؟ وين راح؟ اختفى. على طاري الثقه والثقه، ترى اذكى ناس الحرميه. اعرف لك واحد والله يا صالح بدون بالغ، انت عمر وركزوا فيها يا عيال، اذا جينا عنده في عشاء. نعم عليك، انا ما في امل يعني. لا 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 لا، خليك ما في امل حد يزرف مني، ما هو لاقي شيء. هي نعلمك شيء، مو يزرف منك. تخيل تجي عنده في العشاء، ايش مسوي؟ مسوي سطوح بيتهم، بيت شعر ومشب في كرك وجلسات برا. كرك الزمن اقول لك عنده 2 عمال عشان بس العشاء، حقين مطعم، يقول هذول حقين الطبخ وهذول حقين القهوه. وضعيه الشيخ، ايه من يعزم عنده؟ يعزم عند التجار. هذا ذاك الليله جيت انا وقالوا تعال. قلت اوكي. مشينا، اول ما خشيت ايش المتحدث؟ ايش الكلام؟ ايش من شيخ؟ ترى صدق صدق، ترى اي حرام ترى تلقاه درب في كلامه، حتى متزبرق بحاله امه حاله، غير الزبرقه، غير الزبرقه. الرجال لا جاي يتكلم حلو في الدين، والله ما تاكل ما ايش في العلم، ما تاكل ما ايش. ترى الحراميه تشوفهم يا شيخ عندهم ثقافة، عندهم علم، وين وش اللي تعلم على حسب. المهم وقعد أسبوع، المهم من أول يوم تعرفت عليه أخذ رقمي، قال أعطي رقمك نتقابل. خذ رقمك أنت؟
انا قال هذا سهل انبسطت هذا سهل ازرفه انبسطت رحت عند اخوان ايش يزرف عندي ما عندي شيء رحت عند اخوان مثلي والله العظيم اني تعرفت على رجال ومن هذا الكلام مليونير مليونير كذا الوجه اللي كذا ما نفسطح بيته بس ما ادري ايش كيف العمر ربي عما عيوني ربي ما ادري نفسطح بيته هذا يتجعر المهم قال يلا يلا ان شاء الله ان الله يكتب لك اللي فيه الخير اول يوم جلست فيه ثاني يوم اللي هو قال وينك تيجي عندي من العصر وابشرك من العصر الساعه 3 انا جالس لا اروح ولا اجي ولا ابغى اطلع جاز لي جو قهوه وشاي وكل ايش تبغى غيره اليوم الثالث واحد من اخواني قال وينك قلت والله عند اخوي قال وش اسمه عند الشيخ ايه عند الشيخ قلت ايش قال ايش اسمه قلت فلان بن فلان قال لا تمزح قلت ايش قال هذا طال عمرك زارف 500 ريال بس 500 الف اقصد 500 الف من واحد واشترى له سياره بها وزرف من راح بيع عمي اللي في شباب بيري بير زرف من اثريه زرف العالم ويعرف المشاهير ويعرف ناس شيوخه ذا ايش يبي يزرف منك سؤال انا ما يبي يزرف مني يزرف الطيب يبغى يستفيد من اللي وراي انا ما عندي سالفه ايش يزرف مني بلاش يزرف مني انا ازرف سراويل بن صالح يعني ايش باخذ مني والله ابشرك حتى صرت ازرف فلايل ذا الحيلة صارت انت جرى ازرف فلايل السراويل الصغار عاد لا والله ما اثق باحد الا فيك يا عمر الصدق صراحه واضح عليك نظيف لا والله والله الزبده طلع حرامي هي الحين مسجون حكم عليه سجن خلاص انسجن تخيل عليه ديون ديون يا عمي مستاجر مكتب احد احد العماير يا ولد مجنون المكتب شيخ 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 بدل كذاب كبير تعرف الثياب القطن 100% هذه اللي تتكرمش اللي تتكرمش يقول عندي ثوب قطن 100% يتغسل ما يشمر قلت كم اشتريت قال ب 1500 ريال بس الثوب هذا القماش كسوه قلت ما التفصيل قال 2 ريال كسوه الكعبه مو ثوب بس على طاري السفر والله السفر هذا ترى انا لو عندي علوم بس السفر كورونا ايام بس هذا اللي عند العلوم 2007 يوم صار واحد يقدر انقتل هناك بالغلط وين في المدينة اللي كنا ندرس فيها وفي نفس المطعم اللي كنا نجيه هو اللي اندبغنا فيه اندبغنا في نفس المطعم هذاك مطعم يا طويل العمر